حقيقة إنه عيد الميلاد هو عيد المحبة، عيد التسامح، عيد اللطافة والإنسانية والتعامل بين جميع الأمم. والحمد لله أنا بحس إنه هذا العيد هو العيد المميز. ليش؟ لأن اجتمع كل أهلنا من بني معروف ومن الطوائف الإسلامية وكل أهل البلد اللي هن بادروا لهذا اللقاء في داخل الكنيسة. هذه الكنيسة تاريخها قديم جدا. حياة جدي كان خوري لهذه البلد لحد 48 بعد ما انه طلعوا كل المسيحيين اللي كانوا في هذا البلد، وأقفلت الكنيسة لأنه ما ظلش ولا مسيحي. في الفترة الأخيرة أعيد من جديد افتتاح هاي الكنيسة، واللي بادروا صدقني أهلنا في المجلس هون في المجلس الشعبي المحلي مشكورين، وبالتنسيق مع الرئيس عكا أبونا فيلوتيوس، وقاموا بإعادة تجديد الكنيسة وترتيبها من جديد. وقمنا وأنا شخصيا قبل شهر قمت مرتين بالقداس الإلهي في هاي الكنيسة. وبالمناسبة الجرس اللي هون كان بأيام سيدي بعد ما ظلش حدا نقلنا لعنا على سخنين، وما زال يصدح في ربوع سخنين البلد المباركة. وأنا بشعر أنه اكتمل العيد لما منشوف كل الأهل تجتمع، فالعيد أصبح عيدا لكل المجتمع وليس لطائفة معينة. فعيد الميلاد عيد محبة وتسامح للجميع. نحن بحاجة بهذه الأيام لرسائل محبة وسلام لمجتمعنا العربي والعالم. ماذا تقول بنهاية عام 2021 وطلوع عام 2022؟ أنا اتألمت وانت حسيت على هالوضع اللي عم يسود اليوم في عالمنا ومجتمعنا، المجتمع الأصيل المجتمع العربي اللي كله لطافة وكله إنسانية. ولوين وصلنا؟ الصحيح أنا كثير كثير متأثر، وحسيت أنت أني أنا متأثر. أنا برفع أكف الضراعة للباري تعالى إنه لهالطفل المولود، لهالمحبة والتسامح اللي بعث لنا إياها، يبعث تسامح لكل القلوب، لكل القلوب، ويجعلها تنتفض محبة ولطافة وإنسانية لتعيد اللطافة والتسامح العربية الأصيلة، حتى نشعر أننا شعب عربي واحد كيف إحنا اليوم، كيف إحنا بهي المناسبة. هذا أملي وهي تضرعاتي إلى الباري دائما وأبدا، إنه نحس إنه إحنا في مجتمع متسامح ونسينا كل البغضاء من ورانا، وإلا إحنا نسير لوين؟ مش عارف. أفتخر شعب كل عام إن تحتفل بإضاءة الشجرة والاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. هذا فخر واعتزاز للشعب وسكانها، وإحنا بنشوف هذا رمز للتآخي وللتسامح بين الشعوب وبين الطوائف، ونشجع هذه الأعمال خاصة في الظروف اللي عمال يمر فيها مجتمعنا من عنف وغيره. فبنتهز الفرصة لأقدم التهاني والتبركات للطائفة المسيحية بهذه المناسبة الكريمة، وكل عام وهن بخير الجميع. وأشكر جميع الضيوف من جميع الطوائف. ما يميز اللقاء اليوم ضيوفنا من جميع الطوائف، من الطائفة المعروفية، من الطائفة المسيحية، من الطائفة من الإسلام، وهذا إحنا ببسطنا وبسرنا كثير. طبعا جئنا في هذا اليوم المبارك لنحتفل اليوم بإضاءة الشجرة المباركة. طبعا نجتمع اليوم مسلمون ومسيحيين ودروز، ولنقول كل عام وأنتم بألف خير وعيدا مجيد مبارك. طبعا هناك أهمية كبيرة للدور الذي يقوم فيه رجال الدين في هذا اليوم، نشر التسامح والمحبة بين الطوائف والأديان. وطبعا كما نرى اليوم هذا الانتشار الواسع من رجال الدين الحمد لله والإقبال، نأمل أن يكون يوما مباركا وكل عام والجميع بألف خير وعيدا مباركا.
الشيخ حسن، يعني مجتمعنا يعاني الكثير من الأزمات بهذه الأيام، لابد كذلك من رسالة نحملها للمجتمع، خاصة أنتم كرجال دين، رجال مؤثرون ولكم كلمة في هذا المجتمع. نعم صحيح، نعم طبعا رجال الدين، الكلمة اليوم لرجال الدين هي كلمة معبرة وقوية ولها تأثيرها في المجتمع. ونحن طبعا اليوم أفتنا الموجود اليوم هي العنف، ونحن نجتث هذه الآفة التي هي تأخذ اليوم من مجتمعنا الكثير، ونرى في شوارعنا العنف والأسى الذي يصير في شوارعنا. إن شاء الله اليوم راح يكون يوم عبارة عن التسامح والمحبة والإلفة، وطبعا جميع يندد ويشدد أن ظاهرة العنف هي ظاهرة خطيرة، ولازم الكل نحكي أنه في هذه الظاهرة اجتثاثا من مجتمعنا. بدنا نبدأ بجملة مشهورة: وتآخينا هلالا وصليبا. اليوم يلتقي المسيحي بالمسلم في قرية مسلمة لإضاءة شجرة الميلاد في قرية شعب المسلم، شعب بمسلميها ومسيحييها الذين سكنوها سابقا تحتفل اليوم وتستعد لاستقبال عيد الميلاد، مولد السيد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والتآخي والتعايش بين الأديان. إذن تلتقي الأديان في شعب يوم الثقافات الدينية إن شاء الله. رسالتك اللي بتوديها للمحتفلين بهذا العيد، وفي أمنية هيك للعالم كله، شو بتتمنى وعلى صعيد شعب كذلك؟ طبعا نمر في فترة عصيبة في هذه الأيام، مجتمعنا ينزف من حوادث العنف والقتل يوميا تقريبا. رسالتي من هنا باسم جميع المشاركين من جميع الأديان أن يكون هذا العام عام سلام ومحبة وتآخي، عام نبذ العنف، عام النداء للتعايش والمحبة.